أهلا بكم في تواصل.com وبداية مع أحداث العراق على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أكد مرصد أفاد الحقوقي استمرار عمليات قمع وملاحقة الناشطين والمتظاهرين في العراق وسط صمت وتجاهل حكومي. وقال المرصد إنه للشهر الثاني على التوالي تتصاعد عمليات التهديد التي تطال الناشطين والمدونين العراقيين في مدن جنوب ووسط البلاد، ما دفع الناشطين إلى الهجرة إلى خارج العراق أو إلى إقليم كردستان العراق خوفا على حياتهم. ووثق المرصد تفجير 26 عبوة بين ناسفة وصوتية على منازل ناشطين في مدن عدة، وتهديد ما لا يقل عن 80 ناشطا ومدونا بمدن مختلفة من البلاد من قبل ميليشيات على رأسها حزب الله والنجباء والعصابة. دعونا نستمع إلى شهادة الناشط محمد الياسري حول الانتهاكات الحكومية التي تعرض لها. أثناء تواجدي في ساحة التحرير كنا في وقفة احتجاجية، وأثناء هذه الوقفة الاحتجاجية شعرنا بتهديد أمني من قبل ملثمين، من قبل جهة واضحة عليها ملامح التحزب. اضطررنا للخروج باتجاه الكرادة في شارع السعدون، وبهذه الأثناء هجمت هذه القوة. تقريبا كانوا 30 شخص يرتدون اللثام وزي شبه موحد، هجموا بشكل مفاجئ. كنا احنا تقريبا من 19 شاب الى العفو من 9 شباب الى 10 او 11 شاب، هجموا بشكل مباشر، عزلوني عن اصدقائي وعزلوا اصدقائي عني، انهالوا عليهم بالضرب، وبعد ان عزلوني تجاوزوا بالضرب والطعن 16 طعنة في منطقة الظهر، بالإضافة إلى تجاوزات أخلاقية واتهامات كأنه أن أنا ملحد وأروج ضد الدين وما شابه ذلك. أيضا تهديدات بعدم النزول للاحتجاجات وعدم الكتابة وانتقاد رموزهم السياسية وقادتهم السياسية. الحكومة وكتلها السياسية لا تكترث لمثل هذه الشهادات، بل على العكس تكرم القتلة، حيث سارت حالة من الغضب الشعبي في الشارع العراقي بعد إعلان لجنة تقصي الحقائق الحكومية بشأن مجزرة جسر الزيتون وسط الناصرية، براءة الفريق جميل الشمري من مسؤولية إعطاء الأوامر بفتح النار على المتظاهرين في شهر كانون الأول من عام 2019، حيث استشهد فيها نحو 50 متظاهرا وجرح ما يقرب من 500 آخرين، بعد تداول صورة لتكريم الفريق جميل الشمري من قبل كتلة الفتح ومحافظ ديالى. دعونا نشاهد هذه الصورة. ساد غضب في الشارع العراقي، مع العلم بأن هناك مذكرات اعتقال بحق جميل الشمري لكنها لم تنفذ بحقه، وقد سافر أكثر من مرة خارج العراق وعاد ولم يتم القبض عليه. هذه الصورة أشعلت الغضب في الشارع العراقي، وانطلق وسم كما أطلقه مغردون: الفتح تكرم القتلة. تصدر ترند تويتر في العراق خلال الساعات الماضية احتجاجا على هذا التكريم. دعونا نتابع بعضا من التغريدات على منصة تويتر. عباس الطائي غرد وقال: تكريم قتل الشباب تشرين هو إمعان في الجريمة واستهتار بأرواح الشهداء، الفتح تكرم القتلة. مسلم الكروي قال: تكريم المجرم جميل الشمري في ديالى من كتلة الفتح ومحافظ ديالى. شارك جميل الشمري بقتل أكثر من 11 شابا في احتجاجات محافظة البصرة عندما كان قائد العمليات عام 2018، وقتل أكثر من 34 شابا في محافظة الناصرية ذي قار على جسر الزيتون في ساحة الحبوب في 2019. مصطفى غرد وقال: قتلت المتظاهرين وقضايا فساد وجرائم إنسانية، هكذا شخص مكانه السجن وليس منصات الثناء. المهندس أزهر غرد وقال: قاتل الشباب في الناصرية يتم تكريمه لجهوده الكبيرة في القتل والتنكيل. حذرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق من استمرار استخدام الحكومة للعنف المفرط ضد المتظاهرين، وقالت المفوضية إنها رصدت استخدام القوات الحكومية للعنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين من حملة الشهادات العليا في منطقة العلاوي في العاصمة بغداد في انتهاك للحقوق المدنية والإنسانية والسياسية الضامنة
للتظاهر. دعونا نستمع لشهادة عدد من حملة الشهادات العليا حول ما حصل لهم من قمع واستخدام مفرط في المقطع التالي. خطية كل هذول برقبة رائد جوحي والكاظمي وكل من حواليه. صار لي يومين أتوسل بيكم، تعالوا احتوا هذول الشباب، ولكم والله العظيم ولا بيح ولا واحد بيكم عنده غيرة. اللي العراقي اللي عنده غيرة هسه يشتعل ويجي للعلاوي، ولكم تبرأتنا باعوا، ولكم الإمام الحسين ما سووا بيه هيج. الإمام الحسين ما سووا بيه هيج. وين دعاة الإصلاح؟ وين الفاسدين؟ وين الأحزاب؟ ولكم ولدكم تفرهدوا، ولكم دازين القوات الأمنية يمدون يدهم على مرة، طيح الله هبكم عاد غيرتكم. مظاهرتنا سلمية، قاعدين احنا تصميم، فنزلت علينا قوات حفظ القانون، وهذا شوفون صار، نزلوا علينا وقفوا علينا ثلاثة وبالهراوات، وهسه هاي كسر بيدي. ثلاثة والله العظيم قلهم بيا والله ما مسوين شيء، مظاهرتنا سلمية جاي نطالب حقنا، ما حد يحاجي. صار لك جيل معتصم؟ صار لك جيل والله من 2019 احنا معتصمين، وهسه صار لنا 8 اشهر هنا معتصمين بعلاوي، ما حد يستجيب. واليوم ماي مظاهرتنا هنا طلعنا نطالب حقنا سلمية، وهاي ورا ما هناك اعتدوا علينا بالبوابه، اجوا هنا وفلشوا الخيام مالتنا. ليش؟ والله بدون ذنب، بدون ذنب خريجين يطالبون بفطور. واي جماعتنا اعتدوا عليهم هسه بالمستشفى، انا هذا عندي كسر هسه. ليش؟ بيذني. العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي اطلقوا وسم الكاظمي يقمع معتصمي العلاوي. دعونا نتابع بعض من التغريدات. تبارك غررت وقالت: القوة تؤدي إلى انفجار الشارع، والاعتداء يؤدي إلى ثورة العاطلين عن العمل. أسراء غررت وقالت: مخازي الحكومة لا زالت مستمرة، تعيينات بالدفاتر وأبناء العمامة سفراء ووزراء، والفاسدين أصحاب مناصب، والمتنفذين لهم ما يريدون، والفقير المجتهد إلى الله. مروة غررت وقالت: الحكومة لا تقود شعبها إلى السلام والأمن والأمان، حكومة كتبت على جبينها العار. زهراء قالت: هي ما كانت مجرد خيم، هي كانت بيوت لناس حقها ضايع ببلد مليان فساد والسرقة، ناس تريد ثمرة تعبها وسهرها، ناس عدها هذا الوطن مو مجرد بنك للأموال مثلكم، وإنما هو وطن بحق. ومقابلتك أنت وقوات حفظ النظام بهذه الطريقة الشنيعة أمر مخجل بحقك وعيب وعار هم. الكاظمي يقمع معتصمي العلاوي. بعد سرقة تخصيصات محافظة النجف، لجأت الحكومة المحلية هناك إلى بيع دوائر الدولة في المحافظة بعد تهديمها علنا وبعلم محافظ النجف المتحزب والقريب من ميليشيات الصدر التي تتحكم بالمحافظة. دعونا نشاهد معا هذا الفيديو الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي لأحد الناشطين أو لأحد المواطنين العراقيين في المدينة قبل الانتقال لاستعراض عدد من التعليقات حول هذا الموضوع. شوف محافظ النجف اللي هو ضابط المرور النجف، خلي نشوف هاي دائرة للمرور، هاي دائرة من دوائر الدولة باوع الاستثمار، يفلشون دوائر الدولة بحجة الاستثمار. هاك باوع وين راح يوصل النجف؟ هاي دوائر دولة، هاي الأسواق المركزية والقطع الأراضي بالمليارات. ويا من تحكي محافظ النجف انت؟ مو قلت انا وقفت المشروع؟ هذا اللي جاي يفلش دائره من دوائر الدوله، شنو واجبه هذا؟ منو يحاسبه؟ بعد بس بقى امير المؤمنين تطو استثمار، كافي فساد، كافي باسم الاحزاب وباسم تيار صدري وباسم سيد مقتدى. دعونا ننتقل الى تفاعل الجمهور على منصه فيسبوك وتعليقاتهم حول هذا الموضوع. علي قال: العراق سيذهب للهاوية بوجود الأحزاب والحكومات الفاسدة والفاشلة والتبعية. حسين نعمة قال: سوف نبقى نصلح لآخر أو نصلح لآخر فلس في هذا البلد.
ياسر قال مقتدى الصدر لاعب أساسي بدور الفساد فرعون عصره. يوسف قال التيارات وأهل العتبات صاروا أخطر من إسرائيل بتدمير الشعوب. أثر مقطع سجلته كاميرا مراقبة لحادثة دهس متعمدة لطفل في العاصمة بغداد أثارت غضبا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بسبب إمعان السائق في إلحاق الأذى بالطفل الذي طلب منه التوقف بعد دخول كرته التي كان يلعب بها في الشارع أسفل السيارة، وطالبوا الجهات الأمنية بإنزال أقصى العقوبات بحقه ليكون عبرة لمن تسول له نفسه الاعتداء على الأطفال. لنشاهد معا هذا المقطع. هاي جت مع ابو حسن وقفوا ما بعد اسمع اللقطة. أمس شاهدت هذا المقطع في وقت متأخر من الليل، صراحة دهشت واستغربت من هذا التصرف كما استغرب العراقيون وعلقوا وقالوا على منصات التواصل الاجتماعي. فلنتابع. ياسين قال معقولة هيك صار بينا وقلوبنا صارت بهاي القسوة وصرنا ما نخاف على بعض مثل قبل؟ يقول حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم. عدنان أدليمي قال عمي كفيكم الله بعض البشر، إذا إعدام قليل بحقه، ولك تخيل ابنك بمكان هذا الطفل، انزل واعطيه الكرة راح تموت لو تنقص، احترق هبل كما يقول من ابن الفقر ويشوف عز هو ما معتاد عليه. أم أحمد تقول شنو هالاستهتار، الناس تتجنب تدهس حيوان وانت بشر دهست بلا رحمة ولا إنسانية؟ تتساءل. أحمد قال استهتار هذا عمي، طفل جواك تدوس وتطلع، شو السالفة؟ ماكو رحمة. والآن إلى البريد الوارد. وصلتنا رسالة عبر البريد الإلكتروني لقناة الرافدين، جاء فيها دعونا نقرأها. مرحبا، يرجى النظر في جداول الرواتب وسلم الرواتب الموظفي شبكة الإعلام العراقي الذي يستحوذ على أكثر من 75% من سلم رواتب الدولة بسبب مخصصاتهم المهولة التي تصل إلى أكثر من 300%، وكذلك منتسبي شركات نفط الشمال والجنوب والوسط بالمقارنة مع سلم رواتب موظفي الدولة للوزارات الأخرى. يتساءل من المسؤول عن هذا الظلم؟ نذهب الآن إلى الهاشتاج. حمل مغردون طهران مسؤولية سرقة نفط العراقي في الحقول الحدودية والتي تعرف من قبل الجانب الإيراني باسم الحقول المشتركة، فضلا عن هيمنة ميليشياتها على حقول النفط والهدر المقصود للغاز المصاحب لاستخراج النفط وإحراقه بشكل متعمد بهدف فسح المجال لاستيراد الغاز الإيراني إلى العراق. طبعا تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على وسم إيران تسرق نفط العراق لفضح الدور الإيراني في سرقة مقدرات العراقيين. دعونا نستعرض معكم بعض من التغريدات على منصة تويتر حول هذا الموضوع. عبدالله العزاوي غرد وقال إيران تسرق نفط العراق، الغاز يتزامن وجوده مع النفط، كل الدول تستغل هذا الشيء إلا بالعراق، يروح هدر علمود نظل نستورد من الجارة. بالإضافة إلى أن العراق صرف 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء بينما إنشاء محطة بخارية يكلف 3 مليارات، بس أكيد ما أنشأوا أي محطة وظلوا يشترون الكهرباء من إيران. ليلى هذه غررت وقالت إيران سرقت العراق كله ليس فقط نفطه، إيران تسرق نفط العراق.
قاسم علاوي قال السرقات الإيرانية لنفط العراق موجودة بوتيرة متزايدة، والكثير من الشحنات النفطية تهربها الميليشيات إلى إيران لتباع هناك بأقل من 6 دولارات للبرميل، وتسعى إيران للتقليل من تأثير العقوبات المفروضة عليها حتى ولو كان ذلك على حساب اقتصاد العراقي ومستقبله. حسين الأمين غرد وقال الميليشيات المدعومة من إيران والمنتشرة في العراق تستنزف الثروة النفطية في البلاد من أجل تمويل عملياتها عبر تهريب النفط إلى إيران. هذه الميليشيات تفرض سيطرتها على عدة حقول نفطية في شمال العراق، وتمثل اليوم الجهة التي تستنزف الموارد العراقية بعد أن طرد داعش. نذهب الآن إلى القصص المنوعة. نبدأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث التواصل مع الأقارب والأصدقاء في الضفة الغربية والعالم العربي أصبح جرما يندرج ضمن تهم تتعلق بالتواصل مع عدو أجنبي. كيف؟ دعونا نتعرف على هذه القصة مع شبكة إيجي بلاس عربي عبر هذا التقرير. جيش ميانمار ينقلب على حليفته في قمع الروهينجا. دعونا نشاهد هذه القصة، قصة الانقلاب التي حدثت اليوم في ميانمار والذي استفاقت عليه ميانمار والعالم صباح اليوم في هذه المادة المنتجة من قبل شبكة رصد. Please bear in mind this complex situation and the challenge to sovereignty and security in our country when you are assessing the intent of those who attempted to deal with the rebellion. Surely, under the circumstances, genocidal intent cannot be the only hypothesis.
باع بعضها $2,000 كيف وقع بائع اللقاحات المزيفة في قبضة السلطات الأمريكية؟ دعونا نتعرف على قصته مع موقع أنا العربي. احذروا النصابين. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.